صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن وفقتنا لختم هذا القرآن العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، واجز عنا أصحاب نبينا أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارحمنا بالقرآن إذا انقطعت المدة، ونجنا به يا الله من كل هلكة وشدة، وآنسنا به يا الله في بيت الوحدة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. نسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك الواسعة عمنا وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. هؤلاء هم عبادك جاءوا في هذا المكان مجتمعين على طاعتك حاضرين لختم كتابك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فاللهم ارحمنا جميعا. اللهم اعف عنا جميعا. اللهم أكرمنا جميعا. اللهم تولنا جميعا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسألك اللهم ألا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور وعملا صالحا متقبلا مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا
كربًا إلا نفَّسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مسافرًا إلا حفظته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا ممتحنًا إلا نجَّحته، ولا أيِّمًا إلا زوَّجته، ولا متزوِّجًا إلا ذريَّةً صالحةً وهبته، ولا حاجةً من حوائِي الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعفُ عنا وعافِنا، نسألك اللهم العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، الرضا والتوفيق وحسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمتنا عليها وبعثنا عليها من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما تجري به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك اللهم أن تستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا دائم المعروف يا واسع العطية، يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال. ها نحن قد ختمنا كتابك، نسألك اللهم أن تتقبل منا هذه الختمة، وأن تجعلها في ميزان حسناتنا، وأن ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك اللهم أن تكرمنا جميعا وأن تقضي أمورنا جميعا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. فرج اللهم كربنا وارحم ضعفنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين، واجعلنا اللهم من عبادك الصائمين، واجعلنا اللهم من عبادك القائمين، واجعلنا اللهم من عبادك المستغفرين، واجعلنا اللهم من عبادك الأوابين، واجعلنا اللهم من عبادك المخبتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع فارحمنا اللهم برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك اللهم بجاه القرآن العظيم وبجاه ختم القرآن العظيم أن تشفي المرضى أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم وعافهم اللهم أذهم ما بهم من بأس أشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم اشفهم بجاه القرآن العظيم يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للأموات أجمعين أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل اللهم قبورهم روضة من رياض الجنة جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اجعلهم اللهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم يا حي يا قيوم بارك فينا جميعا احفظنا جميعا تولنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا حكمك فيهم يا قوي يا عزيز اللهم دمرهم شر تدمير اللهم مزقهم شر ممزق اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم نسألك يا حي يا قيوم لمن أوصانا بالدعاء واستوصاكم اللهم بلغهم جميعا المقاصد فيما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اقض لكل صاحب حاجة حاجته ويسر لنا أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين بارك اللهم فينا وفي أبنائنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا أرحم الراحمين
اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم اللهم لنا بحسن الخاتمة والسعادة أجمعين، وصل اللهم بجلالك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.